تصاعدت مؤخرا جرائم قتل الأقارب في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي بشكل مخيف، حيث سجلت نحو 20 جريمة من هذا النوع خلال شهر مايو الجاري فقط. وأقدم مسلحان يتبعان ميليشيات الحوثي الإرهابية على قتل 4 من أقاربهما، بينهم جنين، في حادثتين منفصلتين بمحافظتي عمران وحجة. وقالت مصادر محلية إن مسلحا أقدم الجمعة على قتل والده وشقيقه وجرح والدته وشقيقته في مديرية القفلة بمحافظة عمران الخاضعة لميليشيا الحوثي. وأشارت إلى أن هذه الجريمة تعد الخامسة من نوعها في مديرية القفلة خلال أسبوع واحد، موضحة أن الحادثة جاءت إثر خلاف علاقات بين القاتل وأسرته. في السياق، أقدم مسلح حوثي يدعى وليد خالد العبدلي على قتل زوجته وجنينها بتفجير قنبلة يدوية في مديرية أفلح اليمن بمحافظة حجة. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا الصحفي يوسف القحمي. أهلا وسهلا بك سيد القحمي. إذن يعني خلال هذا الأسبوع فقط في محافظة عمران الكثير من جرائم القتل، برأيك ما هي الأسباب التي تقف خلفها؟ أهلا وسهلا بك أخي العزيز ومشاهديك الكرام. أهلا بك. في الفترة الأخيرة تنامت جرائم القتل والانتحار وخصوصا في محافظة عمران، وكما ذكرتم في الخبر أكثر من 20 جريمة قتل وانتحار خلال أقل من شهرين. تزايدت هذه الجرائم والانتهاكات بسبب ضعف الوازع الديني وبسبب تواجد ميليشيا إيران الحوثية. أكثر مرتكبي هذه الجرائم هم خريجي الدورات الثقافية التي تقيمها ميليشيا الحوثي، أو خريجي مراكز الصيفية أو ورش التفخيخ التي تقيمها ميليشيا الحوثي للأطفال والنشء، وهي عملية ديناميكية مستمرة طوال العام. ففي المدارس تحرض على القتل والدمار والدماء وقتل الأقارب، كل من يقف في وجه هذه السلالة أو من يعترض عليها أو من ينتقد هذه الميليشيات فهو هدف سهل لابنه أو لقريبه أو لأبوه أو لأي قريب من ينتمي إلى هذه الجماعة. نعم، يعني البعض يقول إن هنالك يعني انتشار للمواد المخدرة ويعني ترويج من قبل ميليشيا الحوثي لهذه المواد، وهي يعني إحدى الأسباب. برأيك هل تتفق مع هذه التحليلات؟ نعم بلا شك، فالرواج وانتشار المخدرات والمحرمات والممنوعات في الفترة الأخيرة وخصوصا في محافظة عمران، حيث لو تقارن في هذه الأيام وقبل الانقلاب الحوثي على الدولة فلا تجد عملية تهريب واحدة في خلال العام أو العامين قبل الانقلاب. أما الآن فنسمع وتصلنا أخبار يعني كثير جدا، يقومون بالإمساك بالمهربين وتوزيع المخدرات، وخصوصا يعني والميليشيا الحوثي تستخدم هذا المخدر أحيانا بين مادة في الشمة التي يتم توزيعها لعناصرها في الجبهات، ولا تجد أحد ينطلق مع هذه الجماعة ويذهب إلى الجبهات أو يناصرها إلا وشرط من شروط دخول هذه الجماعة أن يقوم بتعاطي الشمة. نعم، كل الشكر لك. نعم، وضحت الصورة. الصحفي يوسف القحمي، كل الشكر لك.